عند الحديث عن العجائب الهندسية والمعمارية في العالم التي سبقت الحضارة في تشييد أغرب المباني الهندسية وتقدمت على كبرى الدول في مشاريعها كأنها تعيش المستقبل الآن وقبل جميع الدول، لا يمكننا أن ننكر أن الصين بشكل عام قد حققت طفرة كبيرة في مجال المباني الهندسية، ولكن فيما يلي سنشاهد طفرة هندسية رائعة حيث أصبح ذلك الصرح من أعظم المنشآت في العالم. لذلك ابقوا معنا حتى نهاية هذا الفيديو للتعرف على هذه المنشأة الرائعة. افتتحت الصين مشروع رافل سيتي تشونغ تشينغ والذي بدأ العمل فيه في ديسمبر عام 2017، واستمر العمل به لمدة 18 شهراً، والذي صممه المهندس المعماري موشي سافدي على مساحة 1.12 مليون متر مربع. يزن هذا الصرح الضخم بأكمله أكثر من 12,000 طن، أي ما يعادل الوزن الإجمالي لبرج إيفل في فرنسا، وتطلب بناؤه توظيف تكنولوجيات هندسية من الطراز الأول، يتكون من 8 أبراج، يربط بينها جسر علوي ضخم، ومن المقرر إطلاق اسم ناطحة السحاب الأفقية عليه، كما أن ناطحة السحاب الأفقية تعد معجزة معمارية بمعنى الكلمة، إذ يبلغ ارتفاع الجسر العلوي 250 متراً، ما يجعله واحداً من أطول الأبنية في العالم، وأطلق عليه اسم كريستال، ويضم حدائق وحمام سباحة كبير، والكثير من المطاعم، كما يضم أيضاً شققاً سكنية فاخرة، ومتاجر وفنادق ومتنزهات داخلية ومنتجعات فاخرة. واستمد المهندس موشي الإلهام لتصميمه من السفن الشراعية الصينية القديمة، وذلك تكريماً للجذور البحرية الصينية، في إشارة إلى ماضي تشونغ تشينغ كمركز تجاري. كما أن تكلفة مشروع رافل سيتي قد وصل إلى 4.9 مليون دولار. ويتميز جسر كريستال بقدرته على التحول إلى حزمة ضوئية مشعة ليلاً لينير السحاب بأكملها، وكأنه عرض استعراضي مبهر. وتتمركز ناطحة السحاب الأفقية في الجنوب الغربي للمدن الصينية في مواجهة نهري ديالينغ ويانغستي، ويصل طول هذه الناطحة إلى 300 متر على عكس المألوف والطبيعي، وتستقر على 4 ناطحات سحاب أخرى، وقد ذكرنا أن ارتفاعهم 250 متر، وتتمركز أيضاً على ناطحتي سحاب خلف هذه الأبراج الأربعة، يبلغ ارتفاعهم 350 متراً، وناطحتي سحاب بجوارهما، بمجمل 8 ناطحات سحاب في المشروع بأكمله. ومن المنتظر أن تحتوي ناطحة سحاب رافل سيتي على مركز تسوق يمتد مساحته إلى 230 ألف متر مربع، ويتكون من 5 طوابق وشقق إقامة على مساحة 1400 متر مربع، إضافة إلى فندق فاخر ومكاتب ضخمة تمتد على مساحة 160 ألف متر. تم افتتاح المشروع العام الماضي، ووفقاً للرئيس التنفيذي لشركة كابيتال لاند لوكاس لو، بدأت بالفعل مرحلة بناء الحدائق في ناطحة السحاب، وجرى نقل أشجار إلى المشروع، مضيفاً بعد عمل استغرق 6 سنوات على هذا المشروع، فخورون بأن نقدم لكم ناطحة رافل سيتي تشونغ تشينغ التي نعتبرها من أهم مناطق الجذب السياحي محلياً وعالمياً. ورافل سيتي في الصين ليس أول مشروع تنفذه شركة كابيتال لاند، لكنه الأضخم، إذ صممت ناطحات سحاب من قبل في مدن آسيوية مثل بكين وشنغن وشنغهاي. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، أراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.